شال حنين، تفضل. أنا كنت شخص بحب كتير إذني. مسيحية علوية؟ على الورق، على الحبر، حبر على الورق بدك أوكي. تقول. وما كنت أعرف حنين من دونه. بتحب الزنا كتير، وشرب كمان كتير. بتسب، تكفر كتير، يعني عشو ما كان. لا، من سنتين بدي اتغير بس ما قدرت. بس تزني و 25 سنة زنا وكفر كل شيء، وشو مشروب شرب. ليش كنت تشرب تقريبا؟ بلش ب مينيموم قنينة كل يوم تقريبا. نعم، تفضل. لا، من سنتين حب بدي اتغير خلص، انه مش انا، انه اسمع انه انا ابن الرب، بس ما عم بقدر اكون ابن الرب. ليش؟ ما في تواصل بيني وبينه، مع انه فينا نكون متواصلين معه. شو الطريقه؟ لو وصلنا لايلول تعرفت على الرب وبرمت، ما قلت 180 درجه. قلت له نعم. طلبت اول شيء، سمعتك عم تحكي، اطلبوا اولا ملكوت الرب وكل شيء يضاف اليكم، وهيدا اللي صار. بلشت تطلبه. بس طلبته ما هو غير. اجت قوة اختراقية. انا لحالي ما قدرت اعمل شيء. ما قدرت تعمل شيء. صرت انسان جديد، الدنيا صارت جديدة، الاصحاب صارت جديدة. حررت من الزنا؟ كل اكيد. راحت الشهوة؟ عين الشريرة راحت. تعرفون الحق والحق يحرر. حررك الرب؟ 200%. بشكر الله. عملت كثير افور ولا وحدة؟ لحالي. انا لحالي ما قدرت. يعني قديش عمرك بيسوع؟ 8 اشهر. انتقلت من الموت الى الحياة. فينا نقول ابني هذا كان ضالا فوجد. يسوع مين ساكن بقلبك؟ هي روح القدس. مين ساكن اليوم بقلبك؟ يسوع. انا هيكل لروح القدس، وبحكيه وبيحكيني.